صحيح يعني هذه سياسة المكيالين والخطاب المزدوج والتعامل المزدوج بين طرفين. هناك فما توا في الحكومة ناس هي بصدد ضرب الإعلام مستهدفه بصفة واضحة، وذلك لأنه خايفين أنه الإعلام هو اللي نجم يعطي الحقيقة للناس، خاصة الأصوات الحرة وخاصة الناس اللي تتكلم واللي تعطي في الحقائق واللي تفضح في حكومة العمالة، حكومة الإرهاب، حكومة القتل، حكومة الدم. هذه الناس اللي قاعدة تتكلم وتعطي في الحقائق هذه اليوم نشوفوا أني مستهدفة. شفنا كيفاش الطاهر بن حسين وشو اللي صار فيه، كيفاش أنه يتم معناها تلفيق التهم ليه وهي تهم معناها من أخطر ما فما. هذا دليل على أنه الحكومة هذه ما عادش عندها أي حل إلا أني تعتقل، إلا أني تضرب الأحرار، إلا أني تقمع العالميين. وهذا يجي في الاستراتيجية اللي بدأت فيها حكومة النهضة، خاصة بعد الفيديو المسرب متاع الغنوشي واللي قال فيه الأمن والجيش والإعلام هماش مضمونين، توا قاعدين يحبوا يضمنوهم، لكن التوانسة الكل واقفين وراء الإعلاميين. الإعلاميين احنا معاهم، هذوكم هم الصوت متاع التوانسة، وهذوكم هم اللي نجموا يقدموا للتوانسة الحقيقة والكلمة الحرة. وبعد الثورة ما عادش حتى مجال أنه أي طرف سياسي يسيطر على الإعلاميين، والإعلاميين احنا معاهم واقفين معاهم حتى أن ننتصر وحتى أن نحرر القطاع الإعلامي اللي مش يكون دائما صوت الشعب. ويعني اللي صار توه مؤسف جدا انه طاهر بن حسين اللي ساهم قس كبير في الثوره التونسيه، وانتم اول من تعرفوا هذا وتعرفوه، انه اليوم يعني ساهم في الحوض المنجي، ساهم قبل ساهم بعد بفلوسه وبنضالاته بتحركاته بكل ما عنده. وانا بالحق معناها الحوض المنجي من الكل يقدر مجهوداته، وانا لما كنت في اللجنه يعني الوطنيه من اجل مسانده الحوض المنجمي كنت مع سي طاهر كل يوم نتواصلوا على المشاكل نتاع الحوض المنجمي. اليوم مؤسف جدا انه الناس يعني اللي ساهمت في الثوره اليوم يصير فيها كما هكا، ويقع يعني مقاضاتها من اجل قضايا خطيره جدا. وانا نحب نبلغ مساج معناها عبر الكلمه هذه القصيره، هو انه الا الدكتاتوريين يحبوا يمسحوا اللي قبلهم، نضالات الناس اللي قبلهم، الناس المناضلين يعترفوا بالنضالات نتاع الناس اللي قبلهم. وهذا علاش اليوم نراو انه المناضلين كل اللي ساهموا قبل في الثوره التونسيه اليوم مستهدفين، وهذا مؤسف جدا بالنسبه ثورتنا. ولكن أعرف سي طاهر جيدا وهو صديق عزيز وأنتم تعرفوه كذلك، أنه إنسان صامد ويصمد إلى آخر دقيقة، وإحنا زاد معاه كمناضلين وكحقوقيين. أنا رأيي كحقوقي كونه ما فما حتى شرعية للحكومة هذه من ثلاثة نواحي. أولا من تركيبتها، هذه متكونة من ترويكا وعمره ما صوت لها الشعب، هذه متكونة من أنت تقرب لي من تركيبة متاحة ما هي الشرعية، لانه الشعب لو كان حاجته بالاغلبيه هذه في المجلس التاسيسي لكان يصوت لها، الا انه صوت للمرزوقي بن جعفر ما اعطاهمش توكيل باش يلتحقوا بالنهضه، بحيث من ناحيه هذه الحكومه هذه ما هي الشرعيه. ما هي الشرعيه كذلك من حيث المهمه نتاعها اللي تجاوزتها. احنا نعرفوا اللي القانون اللي قرر اللي بمقتضاه وقع انتخاب المجلس التأسيسي يحدد هذه الشرعية بعام، يقول القائل صحيح لكن المجلس التأسيسي هو سيد نفسه، النجم نسلمه بهذا، إلا أنه في ذهن من صوت لهم كانت مهمتهم تنتهي بعد عام فقط. وزيادة على القانون هنالك ما التزموا به هم وعدة الأحزاب وقت اللي قالوا احنا عام وكفوا، بحيث من الواضح قانونا انه هالحكومه هذه ما عندها حتى شرعيه. صوت اعلامي استاذ ينادي باسقاط الحكومه ثم ينسج به ربما في السجن.
أنا أنادي بإسقاط حكومة الإرهاب، لأنها هي التي أسست للإرهاب بصفة مباشرة أو بالطواطئ، وشفنا اللي هزت تونس للخراب. فإلى أين إذا ما نفقوش اليوم راهو باش يهزنا الواد، وراهو ما عادش ينفع حتى دواء. فأنا أنادي للخروج وللمنادات بإسقاط هذه الحكومة التي لا شرعية لها، إضافة إلى تأسيسها للإرهاب. يا مواطن يا ضحية إيجا شارك في القضية، يا مواطن يا ضحية إيجا شارك في القضية، يا مواطن يا ضحية إيجا شارك في القضية، يا مواطن يا ضحية إيجا شارك في القضية. هز العالم، 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 هز